سيرة نكر الحسان ليام تشيط وراك بالقهر ويبان البرهان في كامل خان حبيبو مصبرني الاتهان غير نكايد ونزيد في الصبر وعقيلي حيران شاكي من حر الهيبو طول جاية سهران وقليبي من الزفرات ينعقر سرتك من يرقان جرحي ما صاب طبيبو لون كسمس الريبان بعد خفيت ويا لايمي ظهر رقبت القومان عن سريبان حجيبو وانت قلبك فرحان ما شفك حالي زايد النفر شروط التهان فعلك ما زال تصيبو عاشرتك بالصدق ولوفا واللي فيا راك عارفو انت مني رايد الجفا وانا وعدي كنصرفو خفت عليك شارد العفا من دنبي دغيا تصادفو ما يلقى كمان من تغرادي عن سير العمر وكسير الخدلان ما يطلع عقبا ديبو كيفي من العشران من طبعو بين الناس ينشكر ما يغضر لو كان في الوكر معاه طليبو شفتك جيتي زربان غروك صحاب الفيش والفشر ملا ليهم شان في نهار الضب يغيبو لكن نسيرو كان لابد كتير الجهد ينكسر من بعد الديدان سيسان الغضر يريبو نعم الله مساكم متتبعي وملاعي ومحبي برنامج فن الغوشجية دائما على أمواج إذاعة برلمان راديو إذاعة الصراحة والمصداقية. اليوم غادي ننتقلوا لواحد المنطقة عزيزة علينا هي منطقة من المغرب طبيعة الحال المملكة المغربية الشريفة واللي كتعرف ألوان موسيقية وفنانين وأصوات وعطتنا مجموعة النجوم لكن شوية الضوء ما مشعوش عليها بزاف وهي منطقة غنية لا على مستوى الطبيعة والفلاحة والزيت ديالها والعسل. معنا اليوم الفنان الشاب سيدي عماد الرحماني. مساء الخير. شكرا لك سي نبيل على الاستضافة. الله يحفظك. وكنشكركم اليوم لينا الشرف اننا نحضروا في الراديو ديال البرلمان. وكنشكروا كذلك الإدارة اللي كتسهر على انجاح البرنامج والجنود الخفاء. وما جيتيش بيدك خاوية جبتينا معك سي جمال اكتشاف. انا قلتها تلاقينا وسبحان الله العظيم هو انت واحد تعلقيتو من البلاد بلادك جباله. الله يودي سي جمال فنان وعازف وكذلك فنان على مستوى ستيل وهادشي ديال الموضه ولكن المغربي ياك مغربي متطور مغربي عصري عصري دائما اللي خداكم عماد. منين نبداو انت دابا هذا الموضوع هذا خداك ديال الغدر وكذا واش نبداو من الاول ونجيو للثاني ولا نبداو من الجديد ونمشيو للاول؟ خذ راحتك. وهذا الموضوع هذا بشكل عام شنو اللي خلاك تتجه لهذه المواضيع هذه؟ حيتاش من الدوله في المجتمع ديالنا شحال من واحد غدروه صحابه شحال من واحد غدروه حبابه اضطريت انني نخرج اعمال مختلفه ولا ظاهره يعني منتشره في المجتمع بزاف ودائما الضربه كتجيك من اعز الناس. شحال من واحد كيقولها كيقول لك اجروني الحبابة قلبي. هو قال لك ما خصكش تبقى دير زعما صرت بالك من العدو رد بالك من الصادق. اما العدو راك شايفه راك عارفه ضروري هذاك اللي انت ما ظنش فيه هو اللي من تفاجئك منه الضربه فهمتيني. درتي هذيك دور يدنيا ثالث اغنيه هي الثالثه والاولى برافو عليك. برافو حتى هي ديال الغدر حتى هي زعما هذيك برافو عليك راه حتى هي هذيك الاغنيه ديال براوه ديال اللي غنى جاسمي مؤخرا هي غنات انا جات صغيره في السينات براوه بالمصريه هي برافو هي برافو عليك. ايوا هاد المواضيع اللي باو واش كتستمد من التراث نتوما منطقه ديال الكرسيف واحد المنطقه اللي معروفه بالهيت والهيت واحد اللون تراثي مغربي منتشر عندنا في الغرب وعندنا في عندنا تجبل ياك سي جمال عندنا حيينا وي عندنا عين عيشه عندنا عين عيشه وحيينا ولاد جامع عندهم هاد السيل الهيتي بالعلالات فراسك عندهم هاد الناس هادو انا شفتهم عندهم الوجد دابا هما خدامين بحال دابا عرفوك انت عماد من قرسيف داك الساعات كينظم عليك وكيجيب عليك الكلام وكيغنيو عليك في البلاصه داك الشيء ما كاينش. هاد القضيه كاينه حتى في قرسيف سبحان الله العظيم كدرا واحد الفنانه اللي هي غنيه على التعريف الفنانه فاطمه القرسيفيه. ايوا تقدر غير تجلس معاها داك الساعات صوب لك قصيده داك الساعات
كيتسمى هذا الوجد عندهم واجدين واجدين ما كاين ما ماشي حتى من بعد يقول لك واخا حتى شي نهار ان شاء الله ينزل عليا الوحي وداك الشيء لا تما تما بيفي ودابا مع الشتاء الحمد لله وهاد امطار الخير كاين اللي كتجي فيه بحال دابا انت يضربك البرد دابا من غنغ من غنغ الحلق 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 ما دابا ما كيتبدل عليا الجو بين مدينه ومدينه كتبدل حيت حقيقه حنا الرباط هنايا كاين شويه ديال الميديتي والرطوبه وهذا وانت يا خصك تكبط بالعكس حنا جاني الجو نورمال على الجهه الشرقيه ديالنا راه كاين البرد ديال قاصح الجو تما الله يرحمه ولكن صحي حيت الكليما سيك بحال في الجبل بحال عندنا الجبل كترتاح كتنعس غير شويه كتصبح بخير ولكن هاد النغنيه راه مزيانه دخلوا للاستوديو يغني دابا هكا كتعطي واحد النغمه كتعطي النغمه نغنغ فعلا ومن غير الهيت في في قرسيف كاين كاين الوان اخرى واش واش قرابين شويه للمنطقه الشرقيه زعما الوجده واحفير وداك الشيء كاين تشابه في كل مدينه وعندها حاجه ديالها زوينه كما قلتي في الاول قلتي الجهه الشرقيه هي متنوعه قرسيفيه لا قلنا الهيتي والراي البداوي الراي العروبي الراي البداوي الراي العروبي العروبي كيغنيو مجموعه من الشباب ديال دابا المدينه ديالي حاليا تبارك الله يعني الاعمال ديالهم منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي الا مشينا للبركان كنشوفوا الرقاده الرقاده صحيح ناس ديال البركان الرقاده الا مشينا للوجده كنشوفوا العلاوي يعني كل بلاصه وعندها الناس ديالها ولا الفنانين ديالها اللي كيتميزوا بواحد اللون غنائي مختلف كل مدينه دابا نتوما جيتيو في الوسط ما دابا قرابين لتازا وقرابين للمنطقه الاخرى يعني كاين تاثيرات حنا قرسيف هي جايه في واحد الموقع استراتيجي كما نقولوا قرسيف بحال واحد الرومبوا تقدر تديك الجنوب تقدر راهي مدينه قرسيف هي البوابه ديال الجهه الشرقيه تقدر ديك الغرب جينا حنا في واحد الموقع اللي هو استراتيجي بحال واحد الرومبوا اللي كديك لجميع الجهات لجميع الجهات قراب لكم في جيك من عندكم تمشيو في جيك في جيك بزاف بزاف ياك. يعني في جيك تقدر تمشي لها على طريق ديال دبدو يعني كتدخل التوريت وكتكمل على دبدو ولا تمشي حتى لوجده وتكمل الطريق عرفتي شنو هي هذيك دبدو شنو معناها دبدو دبدو لا المعنى ديالها هي مدينه جبليه كينزل فيها الثلج كيطيح فيها الثلج ولكن دبدو منين جات هي دافيد دو دافيد كان واحد اليهودي ربي دافيد دو 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 دافيد سموا دبدو حيت في في بالصبريول كيقول لها بي بي فيفا هي بيبا وي هادوك هما اليهود اللي جاو مع المسلمين من الاندلس موريسكيين فاختاروا لهم ذاك المنطقه كتشبه المنطقه اللي في الاندلس كانوا عايشين فيها باش ما يتبدلش عليهم الجو وسكنوا تما منطقه معروفه دابا حاليا راه بارك الله راه كتعرف واحد واحد الرواج منها من دبدو كاين هذاك اليهودي المغربي اللي هو مول داك لامارك المشهوره قيس 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 هو من تما من هذيك المنطقه من دبدو وسميتو مارسيانو مارسيانو ومع عائله كبيره انا عند ولد عمو صديق ديالي مغني فنان مغربي ميشيل مارسيانو نسمع به ميشيل الشقوري الشقوري شي واحد على سبيل قال له علاش ما مشيتيش اسرائيل قال له سير الهنزه قال له انا مغربي هنا مغربيين جدودي زعما شوف هي تمغربيت ما عندهاش علاقه بالدين عندها علاقه بالارض بالارض والتاريخ التاريخ والهويه هذا هو المغربي الانسان المغربي فيه خليط فيه بزاف شو دابا احنا في قرسيف كنسمعوا الهيت ونسمعوا الراي العروبي انا اول مره كنسمع هذا الراي العروبي وتقدر تسمع تاريفيه هي قريبه تاريفيه هذه المناطق هنا بحال دابا في تازا كتلقى التسول والبرانص وغياتا وكاين العرب وكاين الامازيغ كاين العرب والامازيغ بني وراين عندنا في قرسيف خاصك تعرف بان قرسيف مجموعين فيها الشلوح ريافه العرب مخلطه كلشي مجموع في قرسيف تاكي يقول من قرسيف من قرسيف سبحان الله العظيم هذه وكاع مغاربه معلوم فين هذه القضيه هذه لحظه تفاس مثلا فاس كتلقى جبل زالاغ وجبل تغات هادو هما جوج جبول اللي حامين فاس جات لتحت للجبال زالاغ شنو هي يعني بالامازيغيه زالاغ هي المعزه
هي المعزة وتغات هو العتروس. العتروس صح الله. المناطق الجبال بالأمازونية. الأمازونية. طلع مشيتي شوية طلعي واحد 30 كيلومتر أنت في إيموز زركندر. إيموز زركندر. أمازيغ. أمازيغ. هبطي عايش جاك الهجية عاوتاني مشيتي طلعتي تاونات غادي تمشي لمقدمة جبال الريف غتلقى ريافة عجبالها ريافة. أصلا هجر الظل أصلا هجر الشمس. شو التنوع اللي أعطانا الله وهذا الغناء عجيب وهذا كي 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 لا على المطبخ. طياب الطاجين كتلقى التنوع في اللباس في الملابس على الجهاز في الموسيقى سبحان الله دابا في عرفتي داك الضربه ديال هادو بندير ديال البندير وداك في الهيت والكلام اللي كيتقال وكذا احيدوس مثلا في افران وفي مزار في ازرو اطلس حنا في الجهه الشرقيه عندنا الشيوخ الشيوخ اللي هما عطاو الكلام في الكلام الشعر تبارك الله الشعر راه شي كلام خطير كلام موزون موزون والحكمة انا قلت لك انا شي كانت لالا الله يرحمها امي الوالدة هي من البرانس وكانت كل عام ضروري كتجيب واحد الفرقة من تما من البرانس ديال العيالات الغناء النسوي وكيجيو كيغنيو شي كلام كيهدنو كيما تضرب هي هي كتقول هي الكلام كتقول بحال دابا قلت لكم قبيلة رافد الراية وعينه معايا مشى خويا ولا تسامحت معاه دابا شي خوها مثلا مشى الجهاد مشى الجهاد رافد الراية رافد الراية وكيبقى عند كذا 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 وعاوتاني كيشخدو يعني كيهضروا على المقاومين ديك الوقت شوف دابا شوف داك الكلام كي قلتي كتبوه الشيوخ كيوصف لك داك الحظة وداك الشيء ومؤثر داك الشيء وانا صغير ولكن تنصر هذا الغناء النسوي عندنا في المغرب كامل من الشمال تاون سميتو تطوان من ما مشيتي حتى تارودان حتى تارودان عندهم العيالات ديال تارودان هما عندهم واحد الغناء ديالهم مراكش الاطلس فهمتي عاد الغناء ديال الرجال بوحدو بواحد سبحان الله العظيم كملنا الطبيعه نخلي الزيت مدينه قرسيف ودابا هي اللي غنقول لك دابا انت دابا ضربك البرد عليك بشي زويتة بلدية ديالكم دابا حيت هي هذيك الزيت ديال داك الارض اللي انت منها هي اللي غداوي تاخذ الزيت ديال جباله لا خذ ديال لوطا ديال البلد ديالنا لوطا ومعطا وشي شويه ديال العسل ديال اش قلتي لي كاين انواع ديال العسل مختلفه لا اللي عندكم اليوم شهور عندكم مزيان كاين بزاف كاين عسل الدغموس كاين ديال الليمون كاين ديال السدره ديال السدره تاعي كاين بزاف انواع يعني مختلفه السدره دابا هاد النباتات اللي كتكون بحال هكا السدره هي اللي كتعطي النبق 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 كنقول حنا النبق القاف ولا القاف بحال القاف والنبق كاين اللي كيقول النبق وكاين اللي كيقول النبق وكاين عاوتاني عنده اسامي ولكن صحي راه فيه شي فوائد والخروب والخرب تا هو والكبار الكبار كاين بس بزاف في حيينا ولا الجامع حيت هو وعرفتي شنو كاين طبيعي كاينو دغيا راس وساسنو باخنو ساسنو هذاك باخنو كاين ساسنو كاين في الشمال حتى احنا عندنا حتى في الجبل كاين ودابا هاد الفواكه اللي هي طبيعيه ما كيزرع احد كتنوض بوحدها كتنوض راسها ولكن عندها واحد الفتره قليله كتبان فيها وكتمشي كتقبر وصحيه حيت ما دخلتش فيها يد البشر ديال الله ديال الله كتنبت بوحدها من العام للعام كتجي في المواعيد ديالها سبحان الله هي ما بزاف ديال المسائل اللي انضاصرت بحال دابا كان عندنا واحد البرقوق تيقولوا البرقوق الشحمي هو خضر كتشوفوا خضر وعنده طبعه موف وحده زرقاء في وحده كتقول هذا وقاصح ملي تلقى حلو لا مازال كاين باقي كاين قليل ما بقاش قليل يعني باقي غير هو كيكون محدود في هذاك المنطقه هي تما داكشي اللي كاين البركه شي شجره هي شي البركه لا جاش كياكلوها غير هما هذا هو اللي كاين ايوا سي عماد الجديد دابا حنا عارفينك عافينك هاد المره ما غتغنيش اغاني شنو المشاريع الماجيه
المهرجان بعد هضرنا على المهرجان صح. المهرجان شنو سميتو؟ مهرجان جوهرة الشرق للثقافة والتراث. يا سلام. هذا المهرجان اللي هو شبابي، الإدارة ديالو كلها شباب. والهدف من هذا المهرجان هو إعطاء فرصة للشباب ولا المواهب الصاعدة تشارك وتبرز الموهبة ديالها، يعني باش تعرف عليها السكينة ولا الجهة الشرقية ولا الجمهور المغربي. كذلك المهرجان ضمن الفعاليات ديالو سرويا كيتم تكريم ديال الشخصيات اللي عطاو الكثير يعني في التراث. التراث اما الشعر اما كما نقولوا الناس ديال الشيوخ، مره تختار واحد منهم، مغني مروض، يعني كل مره كنحاولوا نجيبوا واحد اللي نردوا له الاعتبار. 3 ايام كنديروا 3 ايام، ولكن هذا العام ان شاء الله غادي تكون هذا العام تكون دورة الثالثة ان شاء الله يا ربي. ثالثة مزيان دورك غاديين ان شاء الله. لا ان شاء الله بحول الله. شنو كاين جهاز الدائمة كيدعموكم شويه؟ كاين الناس ديال المنطقه ولا وزاره الثقافه؟ وزاره الثقافه لها واحد الفضل كبير انها باش تساهم في انجاح هذا المهرجان وتامن بالشباب ان قادرين يعطيو ان المغاربه ولا الشاب المغربي قادر يصنع المفاجاه. دائما كاين المفاجاه. درنا الدوره الاولى كانت دائما يعني هي من تحدي. الاولى صعيبه. كنت دخلت معنا كدائم وثقت فينا وثقت في الشباب، وعطينا اللي عندنا وبينا المهرجان في الدوره الاولى. الدوره الثانيه كذلك كنت دخلت معنا في الدوره الثانيه كدائم وبينا، ودابا حنا في الدوره الثالثه وكنتسناو ان شاء الله الخير ان شاء الله. وكذلك كاين حتى يعني حتى السلطات المحليه، يعني لا من العمله مدينه قرسيف لا مجلس بلديه الاقليم، يعني كيكون واحد الدعم. يعني حنا انا تنظن كاين مهرجان اخرين ولا هذا المهرجان الوحيد اللي كاين؟ كاين كل مهرجان عنده اللوغو ديالو. كاين مهرجان اللي كيدير هادشي ديال التراث، اختصاص ديالو التراث، فولكلور الشعبي، كيدير هادشي غير ديال التراث. كل واحد اللون كيفاش كيخدم. ودابا محتاجين هاد الانشطه هادو ديال خصوصا المهرجانات، راه هما واحد كي عندهم دور في الاقتصاد حتى في جلب السياحه. راه عرفتي شحال ديال المناطق اللي بسبب المهرجان اللي كيدير فيها تعرفت، غير مهرجان حب الملوك مثلا ديال صفرو. راه دخلت هو اليونسكو كأقدم مهرجان في المغرب، راه عنده اكثر من 110 سنين وقيل قرن و10 سنين. مهرجان ديال صفرو كيدار ديال حبل الملوك. ديال حبل الملوك معلوم. تيقول له لذيذي لحبل الملوك. لذيذي لحبل الملوك. عرفت المثال؟ شنو هي القصه ديالو؟ القصه ديالو يعني انت غتكون عارف اكثر من كان واحد الفيلم تما ديال حبل الملوك. اييه صفر. ولها سميتو ديدي. ديدي. كان واحد المستعمر ولا معمر ولا مستعمر يعني. كان عنده داك الضيعه ديال حبل الملوك. شي نهار هذوك كيخدموا مع الناس وكذا وكذا وكذا. شي نهار شعلت العافيه. كلات هذاك المحصول. كلات. هو في الفيرما عنده الفيلا. مشاو كيدفيو العافيه مثلا ما سطعوا لا يدفيو لا والو داك الشيء. مشى طلعوا كيجريو عند ديدي لقاوه انتحر وما يقولوا لا ديدي لا حبل الملوك. وبقى هذا المثل كيتستعمل من الواحد ملي كيخرج يعني صاله. تقول لك لا هادي لا هادي لا لا ديدي لا حبل الملوك، ولا الاحمر سبعه فرنك. حتى هي نفس المعنى. غير واحد استاذ واحد القضيه كنت حضرت عليها انت على ود المهرجانات. انا ما كندافعش على المهرجانات يعني اللي كيتنظموا على صعيد الوطني، او واحد الميساج بغيت نوصلو. راه وزاره الثقافه ولا اي سبونسور ملي كيدخل معك في ذاك المهرجان في اي اقليم في المغرب، راه كتعرف واحد الدوره اقتصاديه كتحرك ديك المدينه. مثلا كيخدم معك الفنان، كيخدم معك التريتور، كيخدم معك لي سيكيوريتي لا سونو المصور، كلشي كيخدم معك. واحد الحاجه واحده اخرى، ملي كتنظم مهرجان مول الطاكسي كيخدم معك. مول الطاكسي هي اللي بغيت كيقول له ديني البلاصه الفلانيه، راه كاين هذاك الفيستيفال. مول الطاكسي خدام، مول الزريعه كيخدم، كلشي خدام. الناس مهم فئه معينه كيظنوا بان راه ما كتعطيش شي حاجه، المهرجان ما كيعطيش، ولكن المهرجان والله حتى كيعطي واحد الدوره اللي زوينه. راه مول الطاكسي كيخدم معك، هذاك اللي كيكون مسكين داير هذيك الروسه كيخدم معك، كيحرك الاقتصاد، الاقليم كله كتحرك. الكل كيتحرك بطبيعه الحال. هاد المساله انا كنقالها لي مول الطاكسي، وانت خطفتها لي من فمي. ف
في الموسيقى الروحية في البداية ديال الموسيقى الروحية. أنا ديال الباج وهابط باب الماكينة وشيت الفاز وخديت تاكسي مول تاكسي دار فيا وقال لي أنت في هذا المهرجان؟ قلت أنا. قال لي والله يجازيكم بخير. راه قال لي حسينا بأن كاين واحد الحركة دايره وخدام قالك انا ما كنتش كنبقى ثلاث ساعات دي خدام قالك كنت كدير 8 كندخل فحالي للدار. دابا ملي كاين المهرجان زدت انا خدام. قال لي وكل شيء خدام والوطيلات خدامين والريستورات كل شيء يعني كاين واحد الرواج غيجيوك مثلا ناس الاجانب الناس اللي من المغرب كل شيء هذا هو يعني ملي كنشوفوا شي مهرجان فشي مدينه راه ماشي داك الفلوس كيتلاحوا كاين الناس كيخدموا كيرجعوا عندو هدف كيرجعوا على المدينه ملي كيدير الدوره الاقتصاديه. واحد الدراسه كانت دارت على هادشي المهرجانات ماشي في المغرب في العالم كامل يقولوا اي درهم صرفتي في ذاك المهرجان على ذاك المدينه كيرجع مضروب في كيرجع مثلا ب 300 170 درهم كيرجع لك ب 170 درهم على يعني في التنمية ديال ذاك المدينة. يعني ما كاين شي حاجة راه الناس اللي وحنا المغاربة ما كناش كنديروا المهرجان حنا كنا كنديروا الموسم الموسم والموسم راه اقتصادي عندنا في كرسيف من بعد كنجمعوا الحصاد والغلة وداك الشيء كنوضوا نفرحوا يعني كنديروا كينوضوا الزواجات هذا كيجوج هذا تعارف كيعرف شي وهذا جاي العطار كيجيب ذاك البهيمه ديالو كيجيب كيجيب الطورات الان مع سطور العصر ولا المهرجان حنا مازال عندنا في الموسم باقي كاين باقي الموسم لا باقي الموسم بطبيعه الحال موسم مولاي دري الزرعون موسم بزاف المواسم اللي كيداروا ديال الزيتون حنا عندنا ديال الزيتون حنا عندنا في على ما اظن هذا العام ولا العام هذا العام اما 31 ولا 32 الدوره ديالو مهرجان ديال الزيتون كيكون فيه معرض كبير كيكون فيه هادشي ديال التباريضه مسابقه ايه على صعيد الوطني وكيكون هذاك الشيء زوين وبالضبط هذاك المهرجان حتى هو كيعطي واحد الدوره لاقليم مدينه كرسيف استراتيجيه اللي هي كتحرك ديك الاقليم وكيكون واحد الرواج وكيجيو الناس راه من دول مختلفه اللي كتجي تفرج ذاك المهرجان راه كتحرك الاقليم وكيعرف كرسيف كتعرف واحد الرواج اللي ما سبقلوش انها تحركت بطبيعه دابا هاد المواسم هادو دابا اكبر موسم عندنا هو موسم مولاي عبد الله امغار ديال الجديده ديال الجديده وهذيك المنطقة وشوف هذاك الموسم وهذيك المنطقة والتي هي الجماعة أغنى جماعة في المغرب لأن عندها لا ماشي الموسم كإضافة وقديم بسبب الجرف الصفر الجرف الصفر يعني كموارد الجماعة ولكن طوروا هذيك الموارد الخاصة طوروا بها الموسم الموسم طور ولا انت ما عرفتش كيجي يجي له يعني والتبوريضه حتى هي الفروسيه ديالنا حتى هي راه دخلت اليونسكو حتى هي في اللائحه ديال التراث اللامادي المغربي بطبيعه الحال اخر ما دخل هو الملحون ونتمناو حتى يدخلوا الوان اخرى تفعلوا بالخير القفطان الطاجين اركان شجره اركان باش ما يبقاوش يقولوا حيت كاين شوف قالك المال السايب كيعلم السرقه دابا انت دام خلي شي حاجه ديالك سايبه يجي ديال شي هادشي عاود هادشي عاود الفضل كيرجع لوزاره الثقافه وصاحب الجلاله الله ينصرو معلوم ان كاينين الناس كيشتغلوا على هادشي معلوم كيشتغلوا بجديه كل دقه وكنتمناو لهم التوفيق لا لا وراه ماشي سهل باش توجد واحد الملف ودفعوا ليونسكو خصك واحد المده وخصك الناس اللي يخدموا شيء على مستوى البحث على مستوى اكاديمي على مستوى بزاف ديال الحوايج كياخذ وقت انا حضرت الملف ديال الملحون راه واحد المده ربع سنين حنا كنشارك باش كمل باش اكاديميه الملك الجمعيات المجتمع المدني المهرجانات الاكاديميين الباحثين الاساتذه الجامعيين كل واحد كيخدم من جهته باش تكون داك الملف باش نقنعو راه اليونسكو كطرافه اليونسكو راه في الامم المتحده خصك تقنع العالم بان هذاك التراث ديالك وخصو يعترفوا به كتراث لا مادي راه ماشي سهل الان راه وصلنا وقيله 12 عنصر اللي عندنا في اللائحه ديال الامم المتحده اللي هو المغرب وراه وكل عام كل عامين يمكن كيخ يمكن لك تعطي
عنصر واحد كلش عطيه اكثر، ولكن الحمد لله احنا ماشيين. ولكن ما عادش نساو بان هذا الشيء كلش اللي وصلت له البلاد ديالنا بفضل الله وبفضل صاحب الجلاله صاحب الجلاله نصر الله توجيه ديالو. عرفت المغرب مؤخرا واحد التطور لا مسبوق في مجالات مختلفه، فنيه ثقافيه رياضيه اجتماعيه، كتبان لك الرياضه تبارك الله غادي مزيان، كيبان لك الفن كيمشيو فرق مسرحيه كيمثلوا المغرب كيجيبوا جوائز. ساعات كانوا في العراق راه جابوا جائزه كتفتخر كتفتخر كتلقى فنان مغربي كيشارك في مسابقه معينه في دوله معينه. شي مهرجان ديال السينما تنظن استقبلهم السيد الوزير مؤخرا. اييه هذاك الفيلم ديال عهد بن سوده هو اللي خد الجائزه على واحد الفيلم مطلقه الدار البيضاء على ما تنظن. السي عهد بن سوده أكن سينك باش تجي نفرقوا الغانية إن شاء الله المخرج ديالنا الجميل. وتا هو وهاد شوف السينما عهد بن سودة في البداية ديالو كان دائما تيبغي في الفيلم يوظف التراث في الموسيقى يوظف الملحون يوظف العيطة دائما هو دائما مولوع خصو الموسيقى. الفيلم ما يجيبش موسيقى غربية كيوظف الموسيقى المغربية هي مآمن فهمتي الإيمان بشيء ملي كتآمن بشي حاجة كيوصل كيوصل كيخرج من القلب كيوصل شيء واللباس. راه صوروا مؤخرا شي فيلم على دملي الزهيرو وداروا ممثلين منهم مجموعة ديال الممثلين المغنيين وفنانين مغاربة اللي شاركوا في ذاك الفيلم مؤخرا تنظن غيديروه في رمضان. اعتمدوا على اللباس واعتمدوا على داك الشيء كله المغربي لأنه راه شوف راه بديالك راس مالك هو بي غتوصل للعالمية. ما يمكنش توصل واش حنا ثقافتنا البابيون واخا نلبسوها ونجيو معانا ولكن عندنا ديالنا. انا ما كرهتش السي نبيل الفنانين المغاربة اللي معروفين تبارك الله عندهم صدى، ولكن راه المغاربه ولا يمشيو في هذا الاتجاه. كاينين دول اللي كتسوق البلاد ديالها مثلا نعطيو السميه تركيا كدير افلام ديالها وكتعرف على تاريخها على تاريخها. وما كرهناش حتى احنا فنانين حتى المخرجين راه تبارك الله ديال المغاربه ديالنا ولاو دابا كيخدموا افلام صحيح اللي هما كيعرفوا يعني بالجهه ديال المغرب. ما كرهناش حتى فنانين يديروا فيديو كليبات يعرفوا طبيعه الحال ديالنا كتخلي ناس اخرين من دول مختلفه عربيه كتشوق ان تجي لهذيك الجهه. وكنتمنوا الخير ان شاء الله. ودابا الحمد لله المغرب العالم كله كيشوف فينا بفضل الرياضه وفضل كذا وفضل كذا. عند هذاك الشيء لاعب ديال ريال مدريد اللي جا لمراكش واكتشف وكيهضر وبغى يشري فيلا في مراكش وبغى يعني وعرف المغرب شنو هو. لا الحمد لله حنا المغاربه يد وحده ما كنفوتوش بعضياتنا. لا الحمد لله نهار وقعت الفجعه ديال زنزان المغاربه رجعوا يد وحده مالو انا ملي كتشوف لي فيديو الحم كيشوك صحيح كتشوف المغاربه متضامنين مع بعضياتهم. حنا المغاربه مالينا غير بعضياتنا ما كنفوتوش بعضياتنا في وسط الحزه كيبان لك كاع المغاربه مغربيت هذه هي تا مغربيت كيبان لك تضامن. انا ما كنفوتش خويا المغربي في العالم عرفتي باش تسمع كتكون على برا وتسمع شي واحد حدا كيهضر بالدارجه كتدور مغربي زعما اول حاجه كتحس احساس غريب بحال دابا استاذ جالسين في كافي ملي كنا السيد قال لي واش انت من الجهه الشرقيه غير من الهضره ديالي من الكنا قلت له فرح قال لي وشحال هذه ما جيت لهذيك الجهه هذه غير من الجهه الشرقيه. هو حقيقه كتبان هذه القضيه هذه كتبان وهذا ماشي غريب على المغاربه زعما من قديم الزمان المغاربه هكا فين ما مشاو زعما هادشي كتبوا بنو بطوطه من المكان الرحاله المشهور جا العالم وفين ما مشى كانوا كيعطيو واحد القيمه وحكم لان جاي من المغرب قاضي دوز قاضي في سلطنه عمان ودوز قاضي في الهند الهند شبه القاره الهنديه عطوه هو القاضي باش يحكم بيناتهم وشو منين جاي من طنجة يعني الحمد لله حيت المغاربة كانت عندهم دائما كيسافروا حيت حنا جينا هنا جينا في هذا الطرف وكان المحيط الأطلسي كل شيء قريب لينا حنا ديما كنمشيو هكا باش نشوفوا ونعرفوا الناس ما كيجيوش عندنا مي حنا كنا كنمشيو وعرفنا دابا ولا هما كيجيو علينا هما باغيين يجيو للمغرب لأن سبحان الله العظيم
هادشي اللي عطى الله. الله يحفظ لينا بلادنا امن وامان. معلوم وهاد التميز اللي حنا فحنا بجميع المستويات حنا كنشكروا راسنا مي فهاد الوقت هذا انتبهنا حنا لشنو عندنا. هذا عرفنا شنو كاين شنو عندنا. حنا كنا دائما عزيز علينا دائما ديك العقدة ديال الآخر ديال البراني أن البراني هو اللي عنده وهذه هي من المخلفات اللي زرعنا الاستعمار في مخنا نمشي بأنه وراء الآخر هو اللي متميز علينا احنا داك الشيء ديالنا في حين أنه غير والبارح تلاقيت مع السي نصر الدين شعبان ديال الغرناطي ديال وجدة وسنهضروا على واحد التجربة ديال في امريكا في واحد الجامعه في امريكا عندهم واحد ديبارتمون ديال الموسيقى الشرقيه وهذاك ديبارتمون دايرين واحد القسم ديال الملحون وتيغنيو الملحون وعندهم قسم ديال الغرناطي ميريكان كاين وعرفتي كيجيو راه انا كنشوف بنت صغيره امريكيه كتعزف الناي وكتغني الملحون بقيت كنقول مع راسي هادي دابا علاش ما مشاتش دير الهيب هوب ولا الراب ولا جاز بلوز ومنتابها وكتعرف الكلام ما كتقولو حتى كتفهم المعنى ديالو داكشي اكاديمي ديال الجامعه زعما البحث شوف تنقول حنايا تيقولوا قرب علينا داك الملحوظ كيجيب الناس وراه عنده قيمة والناس اخرين عاطيين دابا ولات عندنا هذا الوعي هذا بانه هادشي اللي عندنا راه به غنوصلوا فعلا خاصك تعرف السي نبيل سبحان الله اللهجه المغربيه كتساعدك تغني جميع السيلات مثلا نقدروا نقولوا مصر ما يقدروش يغنيوا مثلا الراي حاولوا كانوا شي محاولات ولكن ما يقدروش يغنيوا خاصك تعرف بان الفنان لا ما يمكنش خاصك تعرف بان الفنانين المغاربه كيغني لك يقدر يغني لك الراي يغني لك الشرقي الخليجي جميع السيلات يغني الهندي الانجلي اي حاجه يقدر يغنيها لك وكيتميزوا في مسابقات اصوات اصوات احنا معروفين الحمد لله احنا من جمد الاصوات ان اللهجه ديالنا سبحان الله انك تساعدنا في كل شيء هذا التنوع اللي اشار له الدستور ديال 2011 ديال الهويه المغربيه او الشخصيه المغربيه فيها عده مكونات افريقيه امازيغيه عربيه اندلسيه عبريه كل احسانيه ست المكونات هادو يعطيوك واحد الشخص حيت انت دابا كتسمع الحساني وتسمع الامازيغي حتى الا ما غنيتيش كتمشي عند مول الحانوت تاخذ شي حاجه غتسمع تسمعوا طالق الموسيقى السوسيه او الاطلس زريان او كذا ونقول لك اجي غني ايناس ايناس يمكن لك تغني ايناس ايناس ها هو دا فيصل كان كيغني اورايا واورايا هو كبر في الخميسات ولكن هو راه ماشي شلح هو ماشي امازيغي يتعلم الامازيغيه وكيتقنها وكيلعب البوزق البوزق هو اله تركيه اله تركيه يعني هاد الغنى اللي عطانا الله واحد راس المال هو راس هو الثروه ديالنا الحقيقيه هي الثروه البشريه ضميرها في الفن هذيك البنت اللي في الهند راه في بومباي في هوليود زعما بوليود ديال اللي راه دايره حاله معروفه راه غنات في الناس في لاكوب دي موند في قطر مع اش كاين كان عندك كنظن مع اش كاين مع الفناير الفناير مع الفناير نورا فتحي نورا فتحي مع الكبار مع شاروخان هكذا معروفه نجمه وكاين مغربيه وسير يعني الامثله كثيره طويله ودابا ملي جبتي اللهجه المغربيه الشرقيين ولاو باغيين يغنيو بالمغربيه ما يقدروش لا تيتعلموا كيتعلموا دابا حيدوا داك العقده ديال راه ما كنفهموكمش انتوما كتهضروا بالزربه وما كنفهموش اللهجه المغربيه لا ولاو باغيين ولاو باغيين يفهموا ولكن هما صعيب عليهم حنا ساهل علينا مثلا اييه احنا في المغرب يمكن لك تغني بالخليجي بالمصري تغني بلونجلي فرنسي ايطالياني اسباني وما عندناش المشكل حنا ما عندناش المشكل وهذا انا واحد شفت واحد المره واحد العالم مصري دكتور ما باقي يعني ندير شي 40 عام وقيلا وشفت واحد الفيديو ديالو فيه يهضر شنو هو السر ان المغاربه الى تكلموا اللغات كيضبطوها كيضبطوا لونجلي لونجلي بحال اللي قال بونو اونجلي نقيه فهمتي يعني النطق ديالهم كيكون سليم لا فرنسيه ولا اسبانيه ولا اونجلي
وبالشينويه انا كنعرف هبطي جامع في ندابه تلقى داك القياد ما قريت كيهضر سبعه اللغات باش ما بغيتي فعلا. قال لك السر ديال ان المغاربه كيتقنوا هذه اللغه العربيه خلاص ما نهضروش العربيه. جبال راه كيقول له سد سد يعني سد العربيه الفصحى عندنا فاك سد فاك ملي كيقولها بزاف ما نسميهوش هي سد من سد يسد ماشي شد لا سد سد, سد فاك هو وفمك سد فمك وهي وفاك راه من الاسماء الخمسه اب اخ حم فو ذو يعني لغه عربيه هادو فقروا الجبال فعلا الحسانيه خلاص كلها لغه عربيه. قال لك السر في هذه القضيه هذه ان المغاربه كيتقنوا اللغات كاملين هي ان المغاربه يقراون القران بروايه ورش عن نافع وهي اصعب الروايات اصعب حاجه والمغاربه تبناوها وكيتقنوها مزيان ساعدتهم في النطق وشو سبحان الله العظيم هذه الجهه المباركه هذه الارض المباركه سبحان الله العظيم شنو عطات الحمد لله وباقي مازال عطيه عطيه الحمد لله والمغاربه مفاسحين ما عندهمش مشكل اجي مرحبا بك مفاتحين على كل شيء كل شرب خذ عجبتك شي حاجه مرحبا ما عندوش مشكل والله ما سخينا عاد كتاب نتلاقى ولكن المره الجايه حنا كنسالوك ان شاء الله باش نسمعوك وسي جمال يجيب لنا الجيتار معاه ان شاء الله نخرجوا الاغاني ديالي ان شاء الله الاغاني ان شاء الله بجوله ونديروا عاد جلسه مفصله فنيه ان شاء الله ماشي هضره ماشي نفرقوا اللغه نفرقوا حتى النغم ان شاء الله ان شاء الله بحول الله شكرا بزاف شكرا سيدي الله يبارك فيك سي جمال شكرا لخدمتكم بارك الله فيك والله حنا ما سخينا وشكون يرضى فراقكم مع فن الغوش الجيعه بدينا وفي الحلقه الماجيه لازم نلقاوكم تبقاو على خير رحنا مشينا واللي بغانا يسال علينا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحه الرسميه البرلمان راديو اذاعه الصراحه والمصداقيه الى اللقاء